السلام عليكم الدراري، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نقدم لكم واحد الفيديو من نوع اخر. اليوم معايا ولد خالتي علاء اللي هو كيقد يدير عنده يعني بزاف ديال المواهب كيقد يديرهم يعني وما كنصحش الناس يديروهم. الاولى هي انه كيقدر يوصل صبعه حتى لهنا، يعني هو عمره ما ترزكا في حياته، يعني ما نصحش الناس يديروا بها. والثاني حاجه انه كيقلب لسانه، يعني انا ما نعرفش كاع كيفاش ندير. وثالث حاجه هي انه كيقد يحرك ودنيه. انتم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الطريقه اللي ولات ما قال لكم يا السفيراس هاي وهي عندي هاد الخدعه، عندي هاد الموهبه هذه، وعندي الموهبه ديال القلب اللساني اللي نوريها لكم بعد قليل، وعندي ديال الودني، وكاينه هذه وحده اخرى حاجه ديال القلب ديال اليدين هاي تا هي راه تعلمت لها دابا بشي سيمانه ولا جوج سيمانات قليل اللي يعرف يديرها. ها اللي قلت لكم ديال اللسان. والطريقه الثالثه اللي قلت لكم ديال التحريك ودن هي ها. شوف 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 كي كتحرك اخويا. ها مولين نرجعوا الى السفيراس. اخوتي كان هذا واحد الفيديو مقتطف من مواهب علاء، يعني وان شاء الله نزيد نقلب لكم على مواهب واحده اخرى ونبينها لكم. والسلام عليكم. والسلام عليكم. وما تنساوش ديروا ابوني وجيم للصفحه. الله يعاون.